اهلا وسهلا كي دايرين عليكم اش خبركم ميماتي الغاليات اش كتعودوا كلكم لاباس نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير, خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي فيديو جديد الغزالات ونهار جديد وروتين جديد الغزالات ديالي وديما نحفزوا بعضياتنا ونعطيوا الطاقه والحماس يا اختي نبدأ أه نبداو على الصلاه على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بديت معكم يا اختي هنايا من 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 صباح البنات كيف قلت لكم الغزال ديالي بديت معكم هنا من الصباح هكذا كنرتب هكذا كنرجع لامي على هكذا ديال جيكس البنات اللي حكيت معكم وشكرا لكم البنات شكرا لكم حفزكم وكل وحده قالت لي هكذا راه درتي فينا الطاقه والحماس شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات ديالكم الزوينين المهم هنا البنات كنرجع كل حاجه هكذا بلاصتها المهم عييت البنات عييت البنات صافي كملتهم وخليتهم هكذا تقطروا على خاطرهم قلت الصباح ان شاء الله نردهم صافي البنات دابا كل حاجه لبلاصتها البنات كل حاجه كنرتبها في بلاصتها وصافي هنا درت الفطور البنات فطرتهم هنايا صافي وغادي ندير لهم واحد الغديوه هكا خفيفه وصافي المهم النهار مشارجي شويه اه شي حاجه شاركتها معكم شي حاجه ما معاكم معكم ونتمنى ان شاء الله غير عجبكم الفيديو وديروا لي اللايكات البنات الله يحفظكم ليا والله يجازيكم بالخير يا ربي بالنسبه هنا للمعنات البنات البارح راحت مع المونتاج كنكونوا زربانين في المونتاج المهم راني حكيتهم غير بصابون البلدي فقط وزيك شفتوني غير جيك صوصا بدي ما درت لا خميره ما درت حتى شي حاجه صافي هنا كنقول لكم راه عندي كوكوت كبيره عندي كوكوت صغيره عندي ثلاثه الكوكوتات البنات عندي ثلاثه صافي وعندي بريمات جوج وحده كبيره وحده صغيره صافي هادشي اللي عندي والشي الاخر كلشي اينوكس ايوا صافي اه مهم البنات وبالنسبه ل هكا شفتوني كنت كنحك وكنغسل البوطه اللي فيها البنات هكذا الحلفه غديروا فيها الاوني وديروا فيها الحلي يا ربي ويلي الحليب غديروا فيها اوني البنات فيها جافيل وواحد شويه الملحة البنات ديك الملح البنات كتخلي هكذا المعنات كيبريو المهم راه كنديرها انا حتى في المعنه كعاديين الكيسان كلشي هاد هاد الحيله هادي زوينه البنات ديروا الملح راه كتخلي حتى المعن عندي الاني هكذا لامينيو وكتخليهم هكذا كيبريو البنات هنايا هاد الطرموسات البنات ديال الحليب آه هاد آه هاد الحيلة هادي تا هي زوينة البنات ديرو عاشق هكدا ديال آه ديال آه ديال القهوه البنات هذه اللي كنطبخو ماشي سريع الدوافن ديال اللي كنطبخو البنات ديروها في الترموسه راه تخلي واحد الريحه زوينه في الترموسه هكا ديال الحليب راكم عارفين ملي كنغسلوهم كتبقى فيهم واحد الريحه بحال هكذا ديروا فيهم هكذا عاشق عاشق ديال آه ديال القهوه وتفكروني ملي تبغيو تجبدوهم ديك الساعه غتشمو فيهم واحد الريحه زوينه ديال القهوه البنات ما كتشموش ديك الريحه ديال الغموله ولا شي حاجه المهم الطريقه حتى هي زوينه البنات صافي رجعت دابا كل حاجه هكذا لبلاصتها جيت هنا المراح كنشطب فيه وكنجمعو معاكم البنات ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي ونكون كنحفزكم كما كنحفز بزاف ديال البنات كيقول لي ماشي مشكل طولتي لنا الفيديو اختي ام عبد الرحيم قالت لي ماشي مشكل كيعجبني نتفرج هكذا واخا فيديو طويل وخيكون يكون فيديو قصير شكرا لك الحبيبه ديالي الله يحفظك ليا احبك في الله تحيه لك حبيبتي صافي هنا البنات راه غادي نشطب هكذا الدار صافي ونجمع الدار البنات راكم عارفين وهنتم معايا ديالي وشكرا للمتتبعه واحد المتتبعه من العيون قالت لي انا متتبعه ديالك من العيون سميتها وفاء من قالت لي انا وفاء من العيون مرحبا بك حبيبتي ونورتي القناه وتحيه لك من الداخل اختي حتى العيون الله يحفظك اختي والله يخلي لك ما عليك شكرا لك على المشاهده ديالك وشكرا لك حبيبتي شاهدتي الفيديو من الاول حتى الاخير وقالت لي انا حفزتيني باش انا نغسل المعينات الله يعاونكم اختي الله منكم اللي بدير شي حاجه الله يعاونها والله ييسر ليها وغير غير بداي شي غير بداي وربي غادي يعاونك غير بداي خملي وبداي اللي بقى ما دار حتى شي حاجه حنا دايرين هاد القناه غير باش نحفزو بعضياتنا آآ اه شي كيحفز شي البنات والله شي كيحفزهم وكتحفزونا بكومنتيرات زوينين وحنا راه كنحفزوكم يا اختي ب بالشقا ونحيدو منكم العكاز وتنوضي يا اختي تخملي دارك وتهلاي في وليداتك وطيبي لوليداتك والله البنات صافي هنا كنحك معاكم مطيشه غندير لهم بيضو مطيشه راكم عارفين <applause> البيض البيض ومطيشه تا واحد راه ما كي ساهل ماهل راه يعني غندير شويه الملح شويه البزار هادشي اللي كندير انا شويه الكمون شويه الخرقوم واحد شويه القرفه البنات ديروا شويه القرفه هكا في البيض البيض ومطيشه وجربوني راه كتجي غزاله البنات وشكرا لخالتي ربيعه الله يحفظك ليا الله يخلي لك وليداتك وعواشرك مبروكه ادخل عليك بالصحيحه والسلامه وطول العمر حبيبتي خالتي ربيعه الله يحفظك ليا شكرا لك على الكومنتيرات شكرا لك على المشاهده حتى شكرا لك على الغزاله ديالي الله يخليك ليا خالتي ربيعه الله يحفظك ليا راكي ميمتي ونتمنى ان شاء الله ان تكون كتعجبك قناتي المهم خالتي ربيعه راه من العائله البنات وهذا متتبعه عندي قديمه قديمه الله يحفظك يا خالتي ربيعه تحيه لك من الداخلة حتى الرباط تحيه لكم كاملين البنات كانت خلت لي واحد الكومونتير البنات من فاضيه الحليب على البوطه جانا كان خلات لي واحد الكومونتير كان فاضيه البنات الحليب في الفيديو على البوطه جانا خليني نهضر بنتي ايوا قلت لك قلت لكم البنات راه ما كتخلينيش انا نمونطي معاكم ضروري تجي جيت, جيت قالت لي منين كيفيض الحليب على البوطه كان فالحسن الحسن ومنوره كيف العاده وما شاء الله عليك كل شيء مرتب وكل شيء منظم اعانك الله الله يحفظك ليا والله يخليك خلي لك صحيحتك يا ربي والله يشافيك ويعافيك يا ربي اول مره كان كنسمع هذه المعلومه البنات اول مره تقالت لي خالتي ربيعه الله يحفظك ليا يا ربي أه ونتمنى ونتمنى نتمنى يكون فال زوين يا ربي الله يسهل على الجميع ويسهل علينا يا ربي اول مره كان كي قلت لكم البنات كان كنعرف هذه المعلومه هذه سبحان الله كل مدينه وكت سبحان الله عندهم عادات شنو يعني الفال يعني شي فال هكا وقع ليك كل شي حاجه كيكون كي يا زوين يا خايب يعني ونتمنى ونتمنى ان شاء الله ميم خالتي يا ربي الله يحفظك ليا وشكرا لك على هذه المعلومه هذه اول مره ان اول مره نعرفها بعدا ايوا الله يحفظك وشكرا لك بزاف شكرا كاع البنات اللي دخلوا دي شكرا لكم بزاف واحد الاخت هي قالت لي تحياتي لك اختي العزيزه وفيديو آه اختي واختي هذه هذه راه ام ام عبد الرحيم عندها كونت عبدو عبدو المهم هنا راه تليفون البنات وكنقرا في الكومونتيرات ديالكم غير سمحوا لي باقي ما جاوبتكمش والله آه صافي هنا البنات راني تغدينا وجيت كنغسل هكذا في الميعنات وجمعت الدار البنات راه جمعت الدار هنايا عاد غادي ان شاء الله هكذا نشارك معكم هكذا اي المهم رجحه من حيدتها البنات من الفيديو وشكرا لصحابه القنوات الصغرى الله يحفظكم شكرا لكم على الكومونتيرات الزوينين حتى نتوما اللي كتخليو ليا مع بعضياتنا الله يسهل امركم حتى نتوما والله يعاونكم والله الله يسهل عليكم في العواشر هذه والله يوفق اي وحده بغات قناتها تطلع الله يوفقها يا ربي ان شاء الله نطلعوا كاملين يا ربي نطلعوا كاملين البنات واللي طلعت فينا راه راه تجر معها اختها وما تنساش اختها وصافي الله يسر لكم حتى نتوما يا ربي في العواشر وعواشركم مبروكه الغزاله ديالي كملت التحضيرات رمضان ولا باقي درتو سلو يا اختي درتو الشباكيه حنا راه باقيين معطله انا يا اختي انا ديما في رمضان البنات كنكون هكذا معطله انا اصلا كنت كتبقى ديك أنا. كانوا بزاف ديال المتتبعات قالوا لي شاركي معنا سلو ايوا انا ان شاء الله اختي غنشارك معكم سلو ان شاء الله المهم انا اليوم تقديت غادي نخرج دابا غا ها نتوما غنعمر اتاي وغادي نخليه وغادي نمشي اختي نتقدا عاد غادي نرجع ان شاء الله ندير الكاسكروت المهم ما شاركتش معكم الكسكروت البنات عمرت غير اتاي حطيت خبيز صافي ما درت حتى شي حاجه ما النهار كان عندي عامر وعيان البنات والله ديك الوقفه اللي وقفت في الكوزينه وحكيت لما عن واقفه صباح ظهري دارني ويدي طابوا عليا وحتى واحد الاخت خنت كانت خلات لي كومنتر قالت لي اه قالت لي تبارك الله عليك بلاتي بدات نجبد الكومنتر ديالها ونقراه لكم البنات مهم آه قالت لي ديري اللي قالت لي يدك قالت لي زعما ديري اللي ديك. آه والله حبيبتي شوفي انا كيعجبني ندير اللي ولكن كيقلقوني آه عرفتي كنحس بحال ما ما كندير حاجه والله ولكن صبحو يديا طايبين ليا البنات والله الا هنا راه طايبين يديا مجروحين ما قادراش نشقى بيهم والله الا كان كنشقى وكنتوجع خصوصا لا قصه شي حاجه سخونه آه كنتوجع بيهم البنات واش غادي نديروا الصبر وصافي شكرا لك شكرا لك الله يخليك ليا والله يحفظك يا ربي وشكرا لك على الكومونتير وشكرا لك على المشاهده ديالك شكرا لك حبيبتي على على هذه النصيحه اللي عطيتيني الله يحفظك يا ربي الله يحفظك اختي شكرا اللي قالت انا راه كيعجبوني نديرهم ولكن ولكن البنات كيقلقوني ولا كيقلقوني ما نشقى على خاطري يا اختي <applause> ايوة صافي هادشي اللي كان هنا كندير معكم واحد العشيوه خفيفه ظريفه البنات هنا درت واحد الصدير ديال الدجاج المهم اللي عندك البنات عندك صدر عندك فخذ عندك المهم اللي عندك صدر غير قطعيه وديري عليه مع ففله قطعي مع ففله هكا صغيوره وشلدي واحد البصيله ودير واحد شويه لبزار شويه سكينجبير راس ديال العشق ديال سكينجبير راس العشق ديال الخرقوم انا غير بغيت ندير الخرقوم البيض راه ما كيداش فيه الخرقوم هذا الرز هذا كيجي هكذا ابيض غير انا كيعجبني فيه الخرقوم صافي البنات درت مليحه درت الزيت هكذا واحد نص كاس هكا ديال زيت الرز كيبغي الزيت ايوا صافي وسديت عليه راني درت واحد جبانيه ديال الرز وديروا معها جوج جبابن بالنسبه للبنات المبتدئه ديروا جوج جبابن ديال جوج جبابن ونص هكا ديال الماء وسد ودير واحد كنوره البنات وهكذا هكذا وحركوا هكذا الطنجره ديالكم او الكوكوت وصافي سدوا عليها البنات ودرت شويه الزبيب حقة درت شويه الزبيب ما عرفتش قلتها لكم ولا لا درت واحد شويه الزبيب عندك ما عندكش ماشي مشكل صافي سدي على الكوكوت ديالك واحد عشرة دقائق يا اختي ايوا عاد فتحيها فتحي فتحي هكا الكوكوت ديالك لقيتي هكذا الرز باقي ما نشفش خليه ينشف نقصي عليه العافيه وخليه ينشف لقيتيه هنا شف صافي حط وغطيه كولي وبصحه بصحه والراحه يا اختي المهم هنا راه كنطابط لي العشيوه ولكن بتنشارك نشارك معكم التقديه ديالي اللي غنصايب سلو ان شاء الله والشباك البنات المهم شتي اختي تقديت عندنا كلشي غالي حنا انا كنقول لكم الخضره غاليه عندنا السلعه غاليه المهم قديت هنا واحد كيلو ونص هكذا ديال الكاوكاو ها هو كيلو ونص البنات المهم هادو اللي غندير في سلو البنات واحد كيلو ونص البنات ديال الجنجلان راه هو بوحدو آه واحد الكيلو ديال اللوز وواحد رابعه ديال ديال حبه حلاوه والنافع رابعه رابعه بجوج ها هما ورابعه البنات ديال هذا زريعه الكتان هذا نص كيلو البنات ديال يلان البنات هادو هما اللي غادي ندير البنات في السله وواحد كيلو ونص البنات ديال الجنجلان خليت ها ورابعه هذه ديال القرفه غادي نديروها البنات في السله وغنديروها في الشباكيه ونسكيلو البنات ديال الجنجلان كيلو كيلو هذا كيلو ديال الجنجلان هذا خليته للشباكيه البنات هذا خليته ان شاء الله للشباكيه ايوا صافي و... والزبده وواحد الساشيه هذه ديال الكوفيه كنديرها في السلو حتى هي المهم هادو هما اللي كندير البنات السلو كندير اللوز كندير كاوكاو آه كندير الكوفيه كندير اللوز كندير حبه حلاوه بنفع راكم عارفين يلان كندير غير الكتان مهمة البنات آه مهم هذا وصلوا كان... آه اللي كان هكا كانت الو... يعني ماما كديروا هاني يعني كديروا لينا يعني ديال الناس ديال الناس الكبار البنات أه والله كيجي مقوات وكيجي زوين ماما ديال الطريقه ديالي انا آه في سلول البنات واحد جوج, ما وما. واحد جوج ديال ما زهر هما وواحد جوج هذه ديال المسكه الحره شوفوا بناتي حتى هما انا كنحطو حتى هما كيوريوكم ها انتم راه عييت كنقول لهم نتوما خرجوا عليا خلوني نصور ما يخلونيش نصور على خاطري هادو البنات ثلاثه ديال الكوزه ما غندير منهم في, في ندير منهم في سلو وندير منهم البنات في الشباكيه وهذا الروح هذا البنات آه شفت بزاف ديال البنات ما كيديروش هذا الروح هذا هذا الروح البنات راه زوين هو اللي كيعطي واحد الريحه زوينه في السلو كيعطي واحد الريحه زوينه في الشباكيه كانوا الوالدين ديالنا كيديروا ضروري من هذاك الروح البنات هذاك آه الزهر الروح ديالو زوينه البنات آه بزاف القناة القنوات دابا دخلت عندهم ما كيديروش في السلو ما كيديروش هذا آه هاد الروح هذا راه زوينه البنات كيخلي واحد الريحه واعره في السلو وحتى في الشباكيه وفي هاد الغربال هاد الغربال هذا البنات خديتو حتى هو كان عندي واحد وكان تشرق ليا صافي ولحتو وخديتو النيت باش هكذا ملي بغي نغسل البنات الجنجلان نصفي بيه هكذا الجنجلان صافي هذه هي التقديه ديالي شاركت معكم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديالي نكون حفزكم فيديو عامر بالحداقه وبالنشاط ونتمنى ان شاء الله غير يعجبكم الفيديو ديالي غير ما تبخلوش عليا بدوك اللايكات ديالكم والله يحفظكم ليا والله يخلي لكم معز عليكم ويخلي لكم وليداتكم وعواشركم بروكه تدخل عليكم بالصحيحة والسلامه وطول العمر اللهم بلغنا رمضان لا فاقدينا. ولا مفقودين الله يجيب الرزق الله يسهل على الجميع الله يسهل عليكم كامل الغزالات ديالي الكبيدات احبكم في الله الغزالات الله يحفظكم ليا يا ربي والله يخليكم ليا تحيه لكم من الداخل يا اختي حتى لطنجه تحيه للبنات كاملين من اي مدينه كتشاهدني اي بنت كتشاهدني في اي مدينه مرحبا بكم الف مرحبا ومرحبا بالناس التوانسه مرحبا بالناس الجزائر آه شكرا اختي فاطمه من تونس شكرا لك حبيبتي تنتي على الكومونتير ديالك الزوين اللي كتخلي لي الله يحفظك لي يا ربي حتى انتيا والله يخلي لك وليداتك ومعز عليك آه شكرا لك تنتوما راكم غزالين تنتوما راكم التوانسه غزالين وقلبكم كبير آه والله البنات خلات لي واحد الكومونتير قالت لي المغاربه زوينين فين؟ الله يحفظك ليا لي تحيه لك حبيبتي من المغرب حتى لتونس يا اختي تونس الخضراء ايوا الله يحفظكم ليا لي يا ربي الله يحفظكم ليا والله يزيدكم الله يزيدكم في فرحه البال الله يحفظكم والله يخلي لكم معز عليكم وان شاء الله علاش لا يدخلوا عندي اخوات جدادين ويفرحوني يا ربي دخلوا يا اختي دخلوا اي وحده هكا كتشاهدني دخل ان شاء الله وتفرحني ودي لي واحد الكومونتير تخليه ليا وتفرحني تفرحني انا بعدا تحفزني سوف كتحفزوني دوك الكومونتيرات ديالكم زوينين صافي خديت البنات هاد الطابيه الكوزينه جيت شاركتها معكم حتى هي هذه ديال اونطيطاش البنات راه كتباع غير بوحدها معهاش مع ديك طابية صغيره المهم فيها جوج على 60 البنات فيها جوج كنت جوج على 80 ما المهم على ستين جوج على ثمانين كتكون عريضة شوية عليها عريضة شوية عليها حتى هادي البنات غير بوحدها صافي وقلت مرة مرة نبقى نبدل مرة إلا صبنت هادي, إن إن هادي. هادي, هادي. يعني هادي ندير هادي ولا صبنت هادي ندير هادي المهم إلا توحشت هاديك الخرى ندير نديرها وصافي المهم نبدل يعني شوية الطاقة البنات نبدلو شوية هكذا النفسية من كتشري شي حاجة كالكوزينة ولا هكا راه كتبدل شوية النفسية ديالك المهم يعني كنفرحو ملي كنشري شي حاجة غير بسيطة كنفرحو بها واخا تكون عشرة غير ب 10 دراهم ما كتكون غير بجوج دراهم المهم كنفرحو بها البنات الله يسهل عليكم كاملين صافي البنات الضريبيه زوينه البنات اون ديال اون تيطاش آه ما كت مهم زوينه واخا آه يتكفح الماء واخا ما ما كتخليش الماء يخرج ما حتى شي حاجه صافي هذه العشيوه ديالي شاكته معكم كتجي غزاله البنات غير جربوها راه را كتسدي عليها 10 دقائق البنات كتنقصي عليها العافيه وكتسدي لها 10 دقائق وصافي ملي كتحلي عليها راه كتلقايها طابت وكتجي حبه على حبه وكتجي عشيوه خفيفه ظريفه انا كتعجب بناتي هاد العشيوه هادي راه هنايا اختي راه من الكوزينه آه والله البنات راه ديما معايا في الكوزينه البنات ايوا صافي هنايا راه كنغسل في الجنجلان ديالي حتى هو باش ان شاء الله هكذا يصبح مسقطر ليا ونديرو ان شاء الله هكذا في الصينيه في البلاطوات ان شاء الله نلقاه هكذا مسقطر باش ان شاء الله نبدا نقي فيه ونشاركو معكم ان شاء الله نهار نبدا من بدا هكذا نبدا نقاد هكذا سلو داكشي راه نشاركو معاكم ايوا صافي هذا هو هذه هي التقديه ديالي هذا هو الروتين ديالي هذا هو النهار ديالي روتين بسيط احنا ناس بساطه البنات وكن كنشارك معاكم داكشي اللي قسم الله راه كنشاركو معاكم الغزالات ديالي كاينه شي حاجه راه كنقول لكم راه كاينه ما كايناش راه ما المهم الحمد لله دابا غادي ندير غير الشباكيه وسلو صافي ما 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 غنقول ما كنقولش غندير البريوات ولا غندير هادي ولا غندير هادي الله يجعل البركه المهم لي المهم لي زدتها غادي نشاركها معكم الا ما زدت شي حاجه مشتوني شتوني ما شتكم ديالي صافي هنايا يا انتم اقترت هكذا غسلت البنات وخليته هكذا كيتسقطر الليل كامل هو كيتسقطر صافي حتى الصباح البنات ونشرته هذا هو الفيديو ديالي هنا غادي الفيديو غنقول لكم نجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد والطاقه والحماس يا اختي وشكرا لكم على الكومونتيرات الفنين شكرا لكم على اللايكات شكرا لكم كتحفزوني وغير زيدو شجعوا اختكم عافاكم ديروا لي اللايكات ما تنساونيش الله يحفظكم والله يخلي لكم معز عليكم يا ربي